السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده سنة النهاردة يا تانية ابتدائي Lesson 2 Part 2 الدرس التاني الجزء التاني من الوحدة التانية من الوحدة الايه التانية. لازم نعرف عنوان الوحدة الأول بيقول ايه. عنوان Unit 2 My Body جسدي My Body يبقى ده عنوان الوحدة. هناخد النهاردة Listen to part 2 من كتاب الأضواء. انظر واستمع. Look and listen. الفوكابلري يعني المفردات. طائر يعني bird. 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 Bird يعني طائر. Bird. Monkey يعني curd. Monkey. كات يعني قطة. كات. إليفانت فيل. البي اتش هنا تتنطق في. إليفانت فيل. إليفانت. فير فار. بانانز موز. بيرد يعني طائر. مونكي يعني إرد. كات يعني قطة. فير يعني فارو. بنانز يعني موز. إليفانت يعني فيل. Bird. Monkey. Cat. Fair. Bananas. Elephant. انظر اقرأ واصل. Who am I? I have four legs. I have fair. هنا دلوقتي عايزين نعرف بيقول هو ام اي من اكون يعني انا مين دلوقتي. نترجمه دولت الاول. هنا بيقول اي هاف فور ليجز اي هاف فير. انا لدي اربعة اقدام لدي فرو. ودي بتقول اي هاف ا بيج هيد اند بيج ايرز اي هاف فور فيت. انا لدي راس كبير واذن كبيره. انا لدي اربعة اقدام. واللي تحتها بتقول I have two legs لدي قدمان. I have no arms ليس لدي ذراع. I have a beak لدي منقار. واللي بعدها I have two legs and two arms. I eat bananas عندي رجلين وذراعين وباكل الموز. يبقى لو قلنا على صورة الفيل Who am I? من أكون؟ هيبقى الفيل ده هنوصلها بإيه؟ I have big head and big ears. I have four feet. يبقى who am I؟ صورة الفيل هنا هي اللي هتاخد الجملة دي. تبقى دي number one. Who am I؟ هنا الطائر اللي هو بيرد. البيرد دوت عنده إيه يا حسام؟ برافو. I have two legs. I have no arms. I have a beak. يبقى هنا دي number two. ممكن برضو نوصلها. Who am I؟ هنا القرد دوت عنده ايه؟ برافو يا حسين. I have two legs. I have two arms. I eat bananas. Who am I؟ cat. I have four legs. I have fur. بدي هنا نمبر فور. وهنا التدريب دوت كولر تلوين. وده الرايتنج كورنر. إليفانت بيرد بانانا كات فير مونكي. ومعنا الاكتيفيتيز. ريد اند ماتش اقرأ ووصل. إليفانت طبعا الطالب هيبص على الصورة وعلى الكلمة. إليفانت هنا اللي هي فيل. حتى
برافو. بيرد يعني طائر. ايه طائر. برافو. انت ممكن ما توصلش، انت ممكن تكتب الرقم. ماشي برافو يا حسام. مونكي يعني ايه قرد. فين بقى المونكي هنا؟ برافو. طب اقرا لي الاخيره كده. ايه دي اسمها؟ كات يعني قطه. برافو. listen and circle، استمع ووصل وضع دائره. I have one mouse، انا لدي فم واحد. اهو برافو. I have sorry it has a beak، it has a beak، لديها منقار. اسمها ايه الصورة دي؟ دي طائر يعني ايه؟ طائر بيرد. برافو. يبقى اللي عنده بيك اللي عنده منقار اللي هو الايه الطائر، يبقى بيك يعني منقار. it has A white, it has white fur. It has white fur. لديها فرو أبيض. برافو. exercise التالت. look and scramble and write. انظر وأعد ترتيب الحروف وأكتب. هنا دي طبعا كلمة إيه؟ monkey. monkey اللي هي قرد. بنحفظها بقى في البيت، نبقى إيه؟ نكتبها بالطريقة الصحيحة. هنا دي كلمة ايه؟ بيك. بيك منقار. ودي كلمة ايه؟ فير فرو. look read and write، انظر واكتب واقرأ. fish bird elephant. fish يعني ايه؟ fish يعني سمكة. bird يعني طائر. elephant يعني فيل. I am a I have a beak. I am a bird. I am a I have big ears. A ولا an؟ I am an elephant. elephant. copy the following sentences، انسخ الجمل التالية. هنا بنكتب الجملة زي ما هي، بنحط في الاخر النقطة وبنكتب بخط جميل عشان خاطر يبقى خطنا جميل. وده كان درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. خدنا مع بعض لسن 2 وحلينا تدريبات عليه، وكانت معاكم مس أميرة. رجاء اعمل لايك والاشتراك في القناة، ده بمثابة شكر ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود باي.